تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، بدأت مساء أمس أعمال الملتقى الخليجي الرابع للتخطيط الاستراتيجي الذي يعقد على مدى 3 أيام بعنوان هواجس أمنية. وجاء هذا الملتقى بمشاركة نخبة متميزة من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في المجالات الأمنية والقانونية، ما من شأنه إثراء أعمال الملتقى من الناحيتين النظرية والعملية، بما يسهم في تحديث وتطوير الفكر الأمني وتطبيقته. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره للمشاركين في أعمال الملتقى من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا تقديره للجهود المبذولة نحو بلورة تفكير وطني مخلص تجاه الأمن الداخلي الخليجي، والذي لم يعد مقتصرا على كل دوله، حيث أننا في منظومة واحدة نواجه فيها تحديات مشتركة. والله الحمد، ما يميز هذا الملتقى هو النخبة الطيبة من دول المجلس. هذا يجعلني أرى بأن هناك تفكير وطني مخلص ومقدر نحو الأمن الداخلي الخليجي. فالأمن الداخلي لم يعد مقتصر على الدول، ونحن في منظومة واحدة وأمامنا تحديات ما في شك. أنا أؤكد على بعض التحديات، تحديات المستقبل. نرى أن أمامنا تطرف، سواء كان تطرف فكري أو تطرف طائفي، وهذا يجعلنا اليوم عندما نتحدث عن استراتيجية فإننا نتكلم عن استراتيجية المستقبل. وعندما أقول المستقبل فأنا أخص الشباب الذين كانوا جزء من هذه المرحلة التي مرت بالمنطقة. اليوم احنا في وزارة الداخلية نضع هذا الهدف امامنا لمستقبل شباب البحرين، ونقدر كل الجهود الوطنية اللي تساعد على اصلاح الشباب ووضعهم على الطريق القوي. وضعنا في الداخل ولله الحمد انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة. كنا في مرحلة كان أهم ما فيها من تحديات تلخص في ممارسات خاطئة وتجاوزات للقانون، استخدم فيه الإعلام بشكل خاطئ، واستخدمت فيه المنظمات الحقوقية والسياسات. ولله الحمد تم احتواء هذه المرحلة وكلنا عشناها، ولا ودي أن أتحدث فيها بإسهاب، وإلا فهو لزاما علينا أن نحن نكتبها ونوثقها، وأيضا نكتب الدروس المستفادة، وهذا شيء احنا نعمل عليه وموثق عندنا. واليوم احنا نكتب استراتيجية أمنية إلى مستقبل وأمن البحرين المستقبل. فإذا كانت المرحلة القادمة أو المرحلة اللي انتقلنا لها هي مرحلة مختلفة وأدواتها مختلفة، فاليوم عندنا شارع تطرف في أعمال العنف ووصل إلى أعمال الإرهاب. احنا مثل ما نجحنا وتعاملنا
مع المرحلة السابقة، أيضا سوف نتعامل وسوف نتغلب على ما هو أمامنا من تحدي، ولكن هذا هو عمل مشترك. تعاوننا في المرحلة السابقة وكان حضوركم مؤثر جدا وما كان في تأخير، بالعكس كان كل التجاوب موجود والحضور الوطني كان مميز، واليوم أيضا راح نستمر. ومثل ما تمسكنا بالقانون في المرحلة الصعبة، أيضا احنا نتمسك بأدائنا القانوني في جميع مراحل العمل. ويمكن أول تفوق في تخطي هذه المرحلة هو الانتخابات النيابية التي تمت، فاليوم نرى مجلس نيابي وطني منتخب. يمكن أن أقول وبفخر أن عندنا رصيد من الإصلاحات السياسية اللي ممكن أن نحن نتسند عليه. المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أعطانا هذه القاعدة السياسية. المشكلة كانت في الممارسات والتنفيذ الخاطئ، ويالوقت أن نحن نصحح المسألة، وهي الوقت اللي احنا نضع حد لكل تجاوزات. فالصورة واضحة والعمل واضح، ولكن لا بد ان ندرك بان التهديد الداخلي شيء وما يحدث في المنطقة ليس ببعيد، وهذا ما يؤكد على أهمية هذا الحضور وهذا المنتدى وهذا الملتقى الذي جمع نخبة من أبناء دول المجلس. من جهتي أعرب الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى الخليجي للتخطيط الاستراتيجي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على رعاية معاليه أعمال الملتقى، وهو ما يعد دافعا لمواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن على جميع الأصعدة. وأوضح في كلمته خلال حفل الافتتاح أن الإرهاب نتيجة حتمية للتطرف الذي يشكل بذرة للتطرف العنيف، وهو ما يعد تمهيدا لجميع أشكال الإرهاب، الأمر الذي يضع أمامنا مهمة بالغة التعقيد متمثلة في محاربة الإرهاب. وأشار إلى أن اختيار موضوع انعقاد الملتقى هذا العام يرجع إلى ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة باتت تؤرقنا جميعا، منوها إلى أن هذه الدورة للملتقى تسعى إلى بلورة دورنا كمثقفين ومهتمين في رسم ملامح خطط المرحلة القادمة، كل في مجاله، خصوصا أننا في أمس الحاجة الآن للمزيد من التفكير الاستراتيجي. وفي ختام حفل الافتتاح قام معالي وزير الداخلية بتكريم المتحدثين ومديري الجلسات والشركاء في الملتقى، مشددا على أهمية انعقاده وداعيا إلى الاستفادة مما يتضمنه من معلومات وخبرات، حيث سيناقش الملتقى في يوميه الثاني والثالث مجموعة من المحاور المهمة والمتعلقة بالأمن السياسي والإعلامي والداخلي والاقتصادي والاجتماعي. التمعن الجلي بالواقع المتخبط الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط يدفعك للتوجه بأدوات التخطيط السليم والقراءة المنطقية نحو تقدير مساحة عمق الزجاجة لمعرفة السبيل الأمثل للخروج منها، وبالتالي تلافي اتساع رقعة سمة عدم الاستقرار وتشكل الصراعات الأمنية على حين غرة بين الفينة والأخرى. هواجس أمنية هو العنوان الذي حمله مجيء الملتقى الخليجي الرابع للتخطيط الاستراتيجي
هذا الملتقى الذي ينوي وضع يده على جملة من البرامج الاستراتيجية التي تخفف من وطأة الهواجس الأمنية التي تهدد مستقبل الشعوب العربية على وجه العموم والخليجية من باب الخصوص. لم يعد يعني من المقبول تحمل الحكومات فقط لجميع تبعات الأمور المتلاحقة في المنطقة، بات ضروريا مشاركة كل فرد من أفراد المجتمع، لأن ما يجري سيجري علينا جميعا. حاولنا بقدر المستطاع أن نغطي أكبر قدر من المجالات اللي تمثل هواجس لنا في المنطقة. نحن نمر بفترة حرجة، هناك أكثر من تحدي يحيط بمنطقة الخليج العربي، لا يخفى عليك. هناك تحدي الإرهاب، هناك تحدي عاصفة الحزم وتبعات حرب اليمن، وهناك ما يجري في سوريا وعدم الاستقرار في العراق. جميع هذه الأمور تتطلب الانتباه للهاجس الأمني أو ترفع الإحساس بالخطر المحيط بنا، وتتطلب كثير من الاستراتيجيات يعني لتقليل الضرر على دول الخليج من تبعات ما يجري حولنا. مشاركة هي الأعلى منذ تاريخ ولادة هذا الملتقى من حيث المتحدثين والحضور في آن معا، وجلسات ستلازم شقها الأول كلمة الأمن لتقترن بالشق الثاني لمسماها معان لمجالات الحياة المختلفة السياسية منها والاقتصادية، إلى جانب التطرق لمواضيع الأمن الإعلامي والاجتماعي والعسكري باتجاه تسليط الضوء على مجال الأمن الداخلي. كيف نحن نستطيع أن نواجه هذه الهواجس الأمنية داخليا وخارجيا من خلال تفعيل منهجية ومبادئ التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ أيضا هذه الخطط الاستراتيجية، بحيث أن نكون مبادرين مستعدين ونتميز أيضا من خلال القدرة على مواجهة أي نوع من التحديات، حماية لشعوبنا ولمكتسباتنا الوطنية. لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بغير أمن، فالعلاقة علاقة جدلية وعلاقة تأثير وتأثر، وهذه المعادلة هي المعادلة المحورية اللي يمكن بيقوم عليها معظم الاستراتيجيات الأمنية الجديدة. نحن بنشتغل النهاردة في المجال الاقتصادي، لا نعمل بعيدا عن المجال الأمني. لابد أن يكون هناك أمن لكي يكون هناك مجتمع آمن، ولابد والمجتمع الآمن هو الذي يساعد في تكوين أمن في البلد، فهي دائرة تغذي بعضها بعض ودائرة متواصلة من التعاون أو من التكامل. ثلاثة أيام ستساق الأفكار نحو تبديد المخاوف ما أمكن وتقليص حجم الهواجس الأمنية التي قد تبطئ من إنتاجية المجتمعات العربية. من مكر الأزمات يؤتى الحذر، ومن امتدادها تؤخذ الدروس والعبر، وحتى من تبعاتها السلبية التي لا تبقي ولا تذر تأتي الحاجة ملحة بوجوب تفادي أي أمر قد أنذر ولن يعذر بيئة الأمن إن تجاهلته من باب لا تحديات تذكر. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.